لكن غير المؤمن قد يسمح له أن يعلو ويعلو 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 وهنا يسقط. أحيانا ترى إنسان غارق في المعاصي والآثام ومع ذلك يتمتع بصحة جيدة ومركز قوي ودخل فلكي ويتبجح ويتكبر ويتعاظم، نقول هذا الإنسان له يعني موقف عصيب بعد حين. أحيانا الإنسان يتوهم أن الله عز وجل إذا أعطاه الدنيا فهو يحبه، ليس كذلك. والدليل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ليس بابا بل أبوابا، ليس أبواب شيء بل أبواب كل شيء. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني الله عز وجل يرحم المؤمن فيعالجه على كل قضية معالجة سريعة، لكن غير المؤمن قد يسمح له أن يعلو ويعلو 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 إلى أن يصل إلى قمة العلو وهنا يسقط سقوط مريع. أيهما أفضل؟ أن تعالج يومياً، أن تعالج عند كل مشكلة، عند كل خطأ، عند كل غفلة، عند كل ذنب، أم أن تجمع لك هذه العقوبات في عقوبة كبرى ماحقة؟ إذا رأيت الله يتابعك ويحاسبك على كلمة، على تقصير، على ابتسامة ساخرة، على تعليق لاذع، إن رأيت الله يتابعك فاعلم علم اليقين أنه يحبك. وهذه بشارة والله لمن يتابع، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى سر المصيبة، يهدي قلبه إلى سر المصيبة. جاءت مصيبة، يا رب ما السبب؟ أين الخلل؟ أين الخطأ؟ أين التقصير؟ أين المعصية؟ والله سبحانه وتعالى يهدي قلبك أيها المؤمن حينما يسوق لك بعض الشدائد، يذكرك ببعض الأخطاء. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر.